خالد الجندي في آخر حاجة عندنا بيقول انتشرت الفتاوى الضالة الراقصة تجد من يدافع عنها. يعني أخش أجيب لك سطر الجلاليب من جوه، ده أنت عمال يا راجل تلبس جلاليب بقالك قد إيه؟ يخرب بيت عقلك، يخرب بيت عقلك يا عم اسمك إيه؟ عم خالد، ده أنت راجل، ده هو اللي بيقول لك الفتاوى الضالة انتشرت. أيوة، لأن أنت دلوقتي منتشر، أنت دلوقتي وأمثالك منتشرين يا عم خالد، فطبيعي جدا إن الفتاوى الضالة تنتشر بوجودك ووجود أمثالك. الفتاوى انتشرت للأسف، بتضلوا الناس بتدافعوا عن حاكم ظالم، بتنافقوا حكام مستبدين، وبتيجوا على شعبكم وعلى الناس، وبتستخدموا الدين لتضليل الشعب. الله يكون في عون الشعب والله.